تأثير الشاشات خاصة على الأطفال، اللي عم نشوف كثير من المشاكل الاجتماعية عند بعض الأسر وبعض الأطفال. اليوم بدنا نحكي عن هالتأثير السلبي على أثر الشاشات والتقنيات بحدوث الاضطرابات عند الأطفال، أكيد مع أخصائية صعوبات التعلم ميسم الحصري. يسعد لي صباحك يا ميسم. صباح الخير، اشتقنا لك. صباحكم ونحن اشتقنا لكم. صباح الخير ميسم، عن صباح الخير. تأثير الشاشات، يمكن هذا الحديث يلي كثير انحكى عنه بالفترة الأخيرة، ويمكن كل حدا عنده رأي. شكل البعض بيقول هي بتنمي كثير من مواهب الطفل، بعض الآخر يمكن سلبيات لا تحصى. خلينا نعرف بالبداية، أمتى الطفل ممكن أو مسموح يمسك أو يكون على صلة مباشرة مع هاي الشاشات على اختلاف أنواعها؟ طبعا هلا أنا كتير بقول إنه نحن نسحب الشاشات بشكل كامل من إيد أطفالنا هذا الشيء جدا صعب، لأن نحن صار هذا، أو خلينا إنه هاي تقنية موجودة عطول ببيوتنا. صحيح. فالطفل عطول شايف أمه ماسكة الموبايل، صارت وسيلة اتصال، صارت وسيلة تسلية، صارت وسيلة تعلم ببعض الأحيان. يعني صار وجود الكترونيات ضمن محيطنا هو شيء من الطبيعي أو اتأق عليه. فأنا إيمت ممكن إنه طفلي يمسك؟ لما يكون في عندي أنا مهمة معينة بدي كلفه فيها. أكبر غلط اللي نحن عم نشوفه اليوم إنه أنا بروح عن مطبخ بدي أطبخ، ممكن أعطي ابني الآيباد أو الموبايل إنه تسلى لبين ما خلص طبختي. فلازم أنا وقت اللي بدي أنا يكون مسموح لازم يكون هو عنده إنجاز معين مخلصه، أو ممكن أعطيه لفترة محددة. فهو ايمت نحن فينا نحدد انه بعد الانجازات، بينما قديش فلازم يكون لمده محدده مو اكثر من 12 دقيقه. طيب هاي اذا قدرت تفلت بقى بيمضوا بسرعه. طب خبرينا اليوم، كنت عم بسالك تحت الهواء، هل ممكن يعمل مثلا تاثير الشاشات والتقنيات توحد عند الاطفال، وهل ممكن يزيد؟ يعني خبرينا عن الاضطرابات المعينه اللي ممكن تاثر الشاشات فيها على الطفل. هلا طبعا نحن بنقول انه الشاشه هي بتعمل توحد، ولكن بتزيد من تاثير اعراض التوحد، يعني بتزيد عنا اعراض التوحد كتاثير. ولكن نحن في عنا اضطرابات، هن اضطرابات فعلا بصيروا بسبب الشاشات، مثل نقص الاكتساب. امتى ممكن ببينوا؟ تقريبا بين 9 شهور للسنه. ليش الطفل؟ يعني كثير اطفال بيقولوا لك كان ابني يحكي، كان ابني يلعب، كان ابني يتواصل، فجأة وصل لعمر السنة أو السنة ونص، ابني بطل يحكي غير كلمات معينة، ابني بطل يقول شو بده، صار يحاول يسحبنا من إيدنا لياخد الشيء اللي بده إياه. فنحن لازم كتير نعرف إنه أغلب الناس بيقولوا إنه أنا بالعكس ابني صار يتعلم أغاني، ابني صار يغني، ابني صار يتعلم الألوان. هو أبداً هذا ما هو تعلم حقيقي، نحن بنقول له هذا اكتساب وهمي. اكتساب وهمي لأنه هو غير موظف، ما أنا موظف بحياتنا الاجتماعية. بينما يمكن أنا إذا قلت له هذا أحمر، ممكن قلت له روح اقعد على الكرسي الأحمر يضيع، لأنه الطفل ما تعود يربط الحركة بالاكتساب. فهو فعلا الشاشات هي من الأسباب اللي ممكن تؤدي لنقص اكتساب، سواء كان عصبي، سواء كان كلامي، سواء كان حسي حركي. تمام. ميسم، كثير من بعض الأشخاص ممكن بأعمار كبيرة أو أعمار الشباب عندهم شيء من الإدمان الإلكتروني، هذا الشيء ممكن ينطبق على أطفال ينصابوا بالإدمان الإلكتروني؟ طبعا هلا بيقولوا انه علميا كلمه الادمان الالكتروني اخذت اكثر من مجال. يعني ممكن يكون الادمان هو ادمان نفسي، ممكن يكون الادمان هو ادمان حركي. يعني بتلاحظي انه نحن وقت اللي بيكون ماسكين موبايل ومركزين باشياء معينه فيه، فنحن بنلاحظ انه خلص وقف كل شيء. حتى احيانا ممكن بعض الاشخاص انه تحكينا فنحن ما بنرد، نحن كل تركيزنا هون. فنحن بصير عن شيء من الغاء التآزريات، هذا فعلا يدمن عليه فيما بعد. يعني بصير وبيقول لك انه اللي بيمسك موبايل كثير بعد فتره معينه من الزمن بيقول لك لحظه ما فيني اعمل اكثر من شيء مع بعض، كلفيني بشيء لاعمله ورجعي كلفيني بشيء بتقلل التاري. المهارات تمام. هو الفكره الاساسيه مثل ما ذكرت حضرتك، ولكن خلينا نقولها بمصطلح علمي اكثر، بتخف عنا حركه التآزريات، او بصير في عنا الذكاء الحدسي شوي اخف، لانه نحن مثل ما بنعرف اشعه المايكروويف اللي ممكن ناخذها من الشاشات هي عم بتاثر على الجدار الدماغي، هي فعلا عم بتقلل من عمل الخلايا العصبيه اللي هي خلايا بيركنجي.
نعم، خبرينا اليوم طيب إذا كان في مشكلة معينة بتأثير الشاشات سلبا عند الأطفال، الأم كيف فيها تلاحظ في أعراض معينة تظهر على الطفل وكيف ممكن تحل المشكلة قبل ما تتفاقم؟ تماما، نحن على طول بنقول إنه في أعراض بتكون أولية وأعراض بتكون بعدين بتتضخم أكثر لتصير أعراض فعلية. الأعراض الأولية إنه بخف تواصل الطفل، بنلاحظ إنه هذا الطفل بلش يطلع من العالم الواقعي ليعيش بالعالم. كثير أشخاص وكثير بحب ركز على هذا الموضوع بيقولوا لي طيب ما هن عم بيقولوا إنه هي تفاحة، بس نحن التفاحة بواقعنا ما إلها عيون، ما إلها تم، تفاحة بواقعنا ما بتحكي، فهو ما عاد بيربط بين الإبداع، يعني بينلغى عنده هذا الفاصل بين التخيل الإبداعي وبين العالم الواقعي. صحيح. السيارة ما إلها عيون، ممكن تقول لك إنه أنا مثلا تعبت، ما بتحكي تماما، فنحن فعلا نلغى صوت السيارة الحقيقي، فبيقولوا لك إنه بيقل إدراك الطفل للمخاطر. السبب مو هو إنه هو ما بيعرف إنه هذا خطر، ولكن اختلط العالم الوهمي، صار يتوقع انه هن شغلات بيفهموا مثل ما بيفهم اي شيء. يعني السياره ممكن اذا جاي الطريق توقف لشافته مثل ما هو عم بيشوف بافلام كرتون. الفكره الاساسيه انه الاعراض الاوليه مثل ما ذكرنا بينفصل عن العالم الواقعي، بنلاحظ انه بخف تواصله اللفظي، يعني بيبطل بيقول انا جوعان، بيحاول يعوض عنا بالاشاره او يسحب ايد امه وياخذها. زائد انه ممكن تبلش الاعراض بالاعراض النفسيه، بمجرد انه انطفت الكهرباء، وقف التي في، خلص شحن الموبايل، فهو بيصير فعلا بنلاحظ انه هو بيتململ، بيبكي، بيصرخ الى اخره. الاعراض الثانويه مختلفه تماما، الاعراض الثانويه بتصير يعني بتصير احد، بمعنى انه انا بطل عندي خلق اعمل شيء غير اني امسك الموبايل، ما باكل لحتى تكون شاشة الموبايل قدامي. يعني ببلش يرتبط عنا التركيز والانتباه والمدركات الحسية والمدركات الاجتماعية والنفسية، بلشت ترتبط بالشاشة، ما عاد تنفصل عنا للأسف. اليوم كيف بتقدر الأم وهي يمكن مثل ما بنعرف المسؤول الأول عن الطفل قبل ما يفوت بالروضة والمدرسة وكل هي المراحل العمرية المتقدمة، كيف تقدر تضبط هي الحالة استخدامه للشاشات بدون إلغاء؟ لأنه مثل ما تفضلتي وحكيت كتير صعب هذا الشيء اليوم. هلأ أنا بقول مثل ما بعلم بنتي طبخ وبعلم بنتي إنه تحط ميك اب وتهتم بحالها، فيني أعلم أولادي بالتقليد والمحاكاة. يعني أنا لما بقول له لابني شيل الموبايل من إيدك وأنا قاعدة مثلا 12 ساعة على الموبايل، فما رح يشيل الموبايل من إيده لأنه أنا قدوته. أول شيء التقليد والمحاكاة أنا بعت عنصر كتير أساسي. ثاني شيء الألعاب والمدركات الحسية جدا ضرورية، وخاصة بالأعمار اللي ما بين 3 و12، يعني نمي مواهب، حتى لو كانت مواهب بالنسبة لي ممكن تكون ما أنا مواهب حقيقية، ولكن هي مواهب. يعني فيني اعتبر مثلا شكل خرز، فيني لنات، فيني اعتبر الرسم، فيني اعتبر شغلات تانية انه هي كتير بتنمي، انا كتير لازم ركز عليها، مو لانه هي موهبة حقيقية، ولكن هي بتعطينا اجزاء من التركيز والانتباه اللي هي ضرورية كتير بهذا العمر. ثالث شيء واللي هو الاهم، أنا بقول التواصل على طول، في حكاية لازم نحكيها بيننا وبين أولادنا. شو عملت اليوم؟ شو درست؟ ما بسألوا عن شيء إنه شو تفرجت؟ شو تعلمت؟ شو يعني لازم أنا على طول يكون في عندي لمسات تواصل. ولكن أنا بقول الغيمة الأكبر اللي ممكن انطلق تحتها هي التقليد والمحاكاة. نعم، يعني إذا كان في نصائح أخيرة كمان حتى تقلي لنا إياها لكل أم تدير بالها على الأعمار الصغيرة، وخاصة لا كل حدا بدها تسكت أولادها بتعطيه مثل ما قلنا الآيباد أو الموبايل إنه تفرج ولساعات كتير طويلة. هلا أنا على طول بحاول انطلق من ذاتي، بقول إنه خليني أقسم أنا كأم وقتي لثلاث تلات. أول تلت اللي هو لأولادي، يعني اقعد احكي ثلث النهار مع الاولاد. يمكن البعض يستغرب، بس نحن ما بالضروره نحكي شيء معين، ممكن اطبخ انا وياهم، ممكن اتعلم اعمل انا وياهم. هذا الشيء اللي نحن بنحسه التغى، اذا بنتذكر نحن وصغار كنا نلعب هي بيت وبيوت، هلا هي اللعبه بتحسيها راحت، صار في الالعاب الالكترونيه عم تاخذ طابع اعلى. يعني الثلث الثاني يكون لانه اعمل عيله،
اعمل عيله. يعني انا اهتم بانه مثل ما انا تعلمت او علمتني امي ضبط اختي وضبط غرفتي وانتقي الاشياء اللي بحبها، احترم هذا الشيء عند اطفالي. وثالث ثلث انا بقول ممكن يكون للشيء الالكتروني ولكن يكون مقسم على باقي النهار. فهو التقسيم والتوزيع والتنسيق اهم شيء. اكيد بدنا نشكرك كثير ميسام، واكيد يمكن بهذا الغزو التكنولوجي الكبير ما فينا نغمض عيوننا عنه، لكن نستخدمه بطريقه صح وباعتدال مثل ما حكيت. نستثمره مثل ما ذكرتي حضرتك. أكيد. شكرا لك. شكرا لك يا ميسام. أكيد زينب لهون كون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم بساعة وربع من الوقت، حاولنا يمكن قدر